زوار متتبع موقع جردة نيوز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دردشت قبل الإفطار، الدردشة الثامنة من رمضان 2021، سنخصصها لموضوع يعتبر موضوع الساعة، ويتعلق الأمر بالحجر الصحي وعدم احترامه من طرف العديد، بل لجوء إلى أساليب خايبة بزاف تجاه الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة. كاين تراشق إلى آخره بهذا الحجر وداكشي في الليل. المهم حوايج اللي مخصهاش تكون. المهم غادي نناقشوا النقطة هذه. حاجة أخرى هي أنه سمعنا بأن راه غادي يفتحوا المساجد، وعاوتاني غادي تفتح محلات إلى آخره حتى ال 11 الليل، والمساجد يصلي فيهم غير العشاء وقيله ولا العشرة. المهم ما باقي ما عرفناش شنو اللي غادي يكون ليسونسيال. المهم كنت نتمنى انه هادشي يدوز مزيان ويكون في اقرب وقت، حنا كيقولوا الجمعه، كنتمنى بصح نيت يكون الجمعه. المهم على اي هادشي اللي واقع دابا راه ما كيعجب حتى شي واحد، ولكن اللي كيصنفوا ضمن خانة العصيان المدني، كاين اللي كيقول لك عدم امتثال الأوامر كذا كذا، عدم احترام قانون حالات الطوارئ، يعني خلق حالات الطوارئ. كل واحد واش كيشوف، ولكن ملي كنوصلوا للتراشق وداك الشيء هذه راه تعتبر جناية. أروح حديو راسكم على الوليدات، ما تبقاوش ديروا هذه النقطة هذه. ملي كنقولوا حجر صحي كنقولوا قرار صادر على رئيس الحكومة. ملي كنقولوا رئيس الحكومة كنقولوا بأنه باقي الأجهزة خاصها تسهر على تطبيق هذا القانون هذا، وخصنا نعرفوا بأنه هذاك البوليسي ولا هذاك الدراكي ولا قوات المساعدة ولا السلطة ولا ما هما إلا كاينين أصلا باش يسهروا على تطبيق ديال القانون، خدمتهم هذه. ألور ملي كيدور البوليس بالليل ولا الدرك الملكي راه ما مشهينش يدورو، ماشي كيدورو يتساراو، راه ماشي كيقمعو بنادم حقه ما كيعطيوش ليه، وإنما يخرجوا باش يسهروا على التطبيق ديال القانون. إلا ما دارش هكاك غادي يجريو عليه، ما غيبقاش خدام. دونك إما خصو يخرج يخدم يسهر على تطبيق قانون حالة الطوارئ اللي كيتمثل دابا في الحجر الصحي من ورا الثامنة ديال الليل، ما بقى حتى شي واحد خصو يكون خارج، واخا كنشوفوا بأنه راه بزاف الناس خارجين، وبانه الاغلبيه ديال التدخلات ديال الدرك الملكي مثلا ولا الامن كيكونوا في بلاصه اللي فيها تجمعات، يعني قهوه بحال ديك النهار تم التوقيف ديال اكثر من 20 واحد من قهوه اخرى فيها 10 الناس، هزوا كل شيء، داوهم حراسه نظريه، تقديم تمديد عوده تقديم متابعه في حاله صلاح. دونك كيمشيو للقهاوي وواحد ولا بحال كاين تاني واحد الفيديوهات متداولة، الناس وقفوا مداهمة قهوة فيها الناس خارقين حجر صحي، والناس الدرب كله عامر واقف كيتفرج، وعلى هادوك ما خارقينش الحجر الصحي، حتى هما خارقين الحجر الصحي. دونك حتى هاد الناس ملي جاو يديو الناس من القهاوي، الناس واقفين كيشوفوا، الناس كيدوزوا من حداهم، بل الناس لاعبين كرة، كاع كاين لاعبين كرة في التيران. الور إما على كل شيء إما تا واحد. دونك ما خاش المواطن يبقى يشوف في البوليسي ولا في الدراكي ديك الشوفة ديال راك جيتي باغي تقمعني ولا جيتي باغي تحرمني من الخروج ولا لا، هذاك راه جيتي باغي تطبق القانون، حتى أنا نعاونك باش تطبق القانون ونمشي نتكمل الشأن في داري ونجلس. اما كنقولوش هاد السدان مزيان، لا
اللي كنهضر عليه هو العلاقه ديال المواطن بالدرك ولا بالامن الوطني، باش ما يبقاش هذاك التشنج وهذاك الصداع، ما يبقاش. ما بغيتي تحتج، ما تحتجش على البوليسي، ما تحتجش على الدرك الملكي، احتج على الفوق، سير طلع عند العثماني ومن معاه. والاحتجاج على العثماني ومن معاه كاين طرق ديالو، ماشي تحتج على هذوك الناس عن طريق البوليس ولا الدرك، كتولي شويه طايحه. هذاك راه مسكين عبد مأمور خدام، ممكن نتمنى ان هادشي يتفاهموه البعض وما يتاولش ولا يفهم فيه شي فهمه اخرى. حنا كنقولوا حنا ضد هذا الاغلاق، حنا ضد تطبيق حاله الطوارئ غير بالليل، حنا ضد سير دخل داركم وما نعطيك حتى حاجه، حنا ضد هاد التلاعبات اللي كاينه دابا في بداو القفاف ديال السياسه قبل من القفاف ديال رمضان. كاين القفاف ديال السياسه ديال الانتخابات خدامين دابا كيجمعوا في لي كارت ناسيونال، راه خاص هادشي خطير. واش حنا عارفين ما يجيو انتخابات نسمعوا الخروقات وكنشوف بنادم كيبقى يتفرج؟ علاش ما كيتعتقل حتى شي واحد؟ علاش خص بنادم يبدا يتعتقل؟ طير ليا بنادم صافي، ما كاينش بنادم حيد الاول حيد الثاني، خلينا نبداو نشموا الريحه ديال النزاهه في الانتخابات. عطيونا اباصيص من الامل بان الانتخابات غادي تدوز نزيهه ونقيه، اما ملي كنشوفوا درك بحال هكا بنادم كي يعني ما كاين والو. ومع اي حلقه ماشي هادي، غادي نرجعوا لهاد النقطه هادي وغنرجعوا للترحال السياسي وغنرجعوا لبزاف ديال النقاط اخرى. المهم على اي، الى هنا كتنتهي الحلقه ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.